الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أعمالنا. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا اليوم عن أمر من أهم الأمور وأعظم الأشياء، عن أمر عظيم خلق الله لأجله الخلق، وأرسل لأجله الرسل، وأنزل لأجله الكتب، قامت عليه السماوات والأرض، فطر الله عليه المخلوقات، عليه قيام سوق الجنة والنار، وانقسم الناس فيه إلى مؤمنين وكفار وفجار وأبرار. من أتى به حقق السعادة ونجا في الدنيا والآخرة، ومن لم يأت به والعياذ بالله فقد استحق العقاب والعذاب الأليم. فما هذا الشيء يا ترى؟ إنه إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وحده. يقول جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص أي الإخلاص، معناه تصفية القلب من إرادة ما سوى الله جل وعلا، ألا يعبد إلا الله، فمعناه إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وأن لا يعبد معه أحد غيره. إذا سألك سائل أيها المسلم أو أيتها المسلمة فقالوا لك: لماذا خلقكم الله؟ أو قبل ذلك: من خلقكم؟ الإنسان في هذه الدنيا لابد إذا كان عاقلا يعلم أنه مخلوق. من الخالق؟ هو الله جل وعلا، الرب سبحانه وتعالى، الله الذي ربانا وربى جميع العالمين بنعمه. ما معنى ربانا؟ يعني أنشأنا ووقانا الشرور وأعطانا كل النعم سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ بما عرفت الله سبحانه وتعالى؟ فتقول: عرفت الله بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار، ومن مخلوقاته الأرضون السبع والسماوات السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا عرفنا أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، فلماذا خلقنا؟ خلقنا لنعبده وحده لا شريك له. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ذكرنا المخلوقات السابقة نعرف ونعلم أنه هو المستحق للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالغاية من الخلق هي عبادته وإفراده بهذه العبادة. فمعنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يفردوني بالعبادة. فيه أولا بيان العلة من الخلق والحكمة، لماذا خلق الله الخلق، أي أن الله يبين أنه لم يخلق هذا الخلق إلا لغاية واحدة وهي عبادته، ويبين أن الخلق جميعا من إنس وجن يطالبهم ربهم ويأمرهم أن يفردوه بالعبادة. العبادة، ما معنى العبادة؟ العبادة في لغة العرب معناها الذل والخضوع. يقولون: طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام.
أما في الشرع فهي امتثال أمر الله بالذل والخضوع مع المحبة، فهذا هو معنى العبادة. من تجعل له العبادة فهو إله، من تجعل له العبادة فهو إله. طيب، هل هناك إله واحد أم آلهة كثيرة؟ نقول الإله الحق واحد، لكن هناك آلهة كثيرة باطلة. يقول جل وعلا: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أي خسارة. يعني هناك آلهة كثيرة لكنها كلها باطلة. وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله. إيش معنى لا إله إلا الله إذن؟ أي لا معبود حق إلا الله. الإله، كلمة إله في اللغة إله على وزن فعال بمعنى مفعول، يعني إله بمعنى مألوه، مثل كتاب بمعنى مكتوب، مثل غراس بمعنى مغروس. فالإله معناه المعبود، كل من عبد شيئا فقد صار ذلك الشيء بالنسبة له إله. من عبد الله فقد اتخذ الله إلها. هناك أناس يعبدون البقر فكانت البقرة بالنسبة لهم إله، هناك أناس يعبدون الملائكة فهم جعلوا الملائكة بالنسبة لهم آلهة، هناك أناس يعبدون الأصنام فقد جعلوا الأصنام آلهة، هناك أناس يعبدون الشمس جعلوا الشمس إله، هناك أناس يعبدون القبور جعلوا القبور إله، هناك أناس يعبدون الأنبياء جعلوا الأنبياء آلهة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فإذا عرفنا أن معنى الإله هو من تجعل له العبادة، سواء سماه ذلك الذي عبده إله أو لم يسمه، لأن هذا هي الحقيقة اللغوية والشرعية. فنقول إذا عرفنا أن الآلهة كثيرة، أما الإله الحق فهو الله. يقول جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فعرفنا الآن معنى العبادة وعرفنا كذلك معنى الإله. طيب، من عبد غير الله ماذا نسمي عمله؟ إذا عبد غير الله، الآن قلنا نعبد الله، الله خلقنا عبادته. من عبد الله وعبد معه غيره، هو يحب الله لكن ذهب إلى غير الله وعبده، فنقول فعله هذا يسمى شركا. هذا هو معنى الشرك. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالشرك جعل العبادة لغير الله، وهو أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أيها الإخوة والأخوات، ما ذكرته لكم هو ما أرسل الله به جميع الأنبياء والمرسلين، بل هو أول أمر دعا إليه الأنبياء والمرسلون. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني اعبد الله وحده وابتعد عن الطاغوت. ما معنى الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله، مشتق من كلمة الطغيان. طاغوت يعني تجاوز بهذا المخلوق حده. الشمس خلقها الله ضياء، لما تعبد فقد جعلت آلهة، أي أصبحت طاغوت بالنسبة لعبادتها. كذلك من الله أرسل الرسل لأجل أن يبلغوا الناس، هم بشر، فمن يعبد الرسل فقد جعلهم طغى بهم وجعلهم فوق منزلتهم. كذلك من يعبد الأصنام ومن يعبد الأولياء ومن يعبد الصالحين. فإذا يقول الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذه الأمر الأول. الثاني: واجتنبوا الطاغوت. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فيها أمرين: نفي، أي كل ما سوى الله لا يستحق العبادة، وإثبات عبادة الله وحده لا شريك له. يقول الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فينبغي علينا جميعا أيها الإخوة والأخوات، وخصوصا في هذه الأيام الفاضلة، أن نتفقه في الدين، أن نعلم هذا الركن الأول من أركان الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله. إذا كان الإنسان في شهر رمضان يتفقه في أحكام الصوم وهو مرة واحدة في السنة، إذا نوى الحج يتفقه في الحج، إذا أراد أن يزكي يتفقه في الزكاة، فكيف لا نتفقه في الركن الأول
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعض الناس يظن فقط هذا فقط كلمة يقولها، لا، لابد هذه كلمة التوحيد فيها ثلاثة أمور: أولا أن تعتقد بالقلب، وأن تقول باللسان، وأن تعمل. فإذا تقولها بلسانك ولا تعمل بها فلا تنفعك عند الله. انظروا إلى قول الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله. كل ما سوى الله هل ينفعك؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها، أي في النار، هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أي جعلوا كل ما سوى الله مما يعبدونه يتوجهون إليه، يدعونه، يستغيثون به، يلجؤون إليه، يذبحون له، ينذرون له، كل عبادة أي شيء نسميه في الدين عبادة هو لله وحده. هذا معنى إخلاص الدين. إذا جعلت هذه العبادة لله مع غير الله فأنت سويت بين الله وبين ذلك الغير. إذ نسويكم برب العالمين، هل سووهم يقولون أنهم يخلقون مع الله أو يرزقون مع الله؟ لا، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، بل سووهم في العبادة وفي المحبة. يقول جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هم يحبون الله حب عظيم، نعم، لكن يحبون معه غيرهم مثل حب الله، ويدعونهم كما يدعون الله، ويتوجهون إليهم كما يتوجهون إلى الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا على دينه القويم، على الإسلام، وأن يثبتنا عليه، وأن يجعلنا من المخلصين له في الدين. لا إله إلا هو، عليها نحيا وعليها نموت. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.